الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونؤمن بالله ونتوكل عليه في جميع حالاتنا ونصلي ونسلم على أفضل مبعوث وأول شافع وأول مشفع سيدنا محمد المختار وآله الأصحاب وآله الأخيار وأصحابه الأظهار عدد ما في نعم الله وإفضاله. يقول الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إخوة الأعزاء، رمضان وركن من أركان الإسلام سداد أكتهين وسود يهي أول ما ناقارين وحباهدي ساهو رنا ما أن وذا شيء كرينه، لكن أدراف يربان إن شاء الله يسكي غبر أرجين دونا هدي له جرهدو. رمضان وركن من أركان الإسلام، إسلام كأركان سروني كم ذوي، ومن شرائع القديمة شرائع دي هري أهري سنوا كمد إلهي ما قرآن كيسا وحن نقول له كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وحال ليدك واجبيي أو ليدك فرض يلي بش اللي يراه دو صانك بش اللي يراه دو رمضان سيدي أمديه إذن كهرية والله فرض يلي أمديه نقول رئيس داس الله فيها لذلك وحال يراه دا شبه وحو كتسين هيا بش أي سومي تيرين أي رمضان هاي قابك أي سومي تيرين أو سيدي النوك لها مركي أخرى مركي دنبنا اللي بتشيو سيدا أنك هذا اللفت يدا كموقتا حدود يدي يو شيالك مع عالم الإسلام كاها ورمضان تأي كم بتاهي بدل بدلو الوسى من يساسو كلا يا وحا اللي يرادا مركي وحا يرادا خلاف كادي بطي بشي وادلتي مردلا ناتي مردلا مهن يا يرادا بشي أبي تأسكدينو مدى كلا أو أن مرنا بالله اسكو قوانين وحسابي عن كدقان سيدي بي أقوري عندنا عكالي مر لبعضنا ويحيي بقى سيدي اللو وذي أو مر بقى علمضوض وحلالين هيين وحلال يرددك الله وقران كارو وحوال بها كسو مينة عندنا عنو قيمينو وحوال وينها كسو مين وحي يريحنا عنو فساحن سيدي هاد دير بقى يقول لعضو إلا يرهدو سحور تاضع اسكعوا واقي هبر يهدو رميه وحبها كتك سحور تاضع عادي ساقن قطي مركا ويساس يبدشين لكن إلهي محرم نوشي هيا كما كتب على الذين من قبلكم شبه سوحو كين هيا صون كان أنه هذا عن صون وكلا إنه وها صون كالواجب فقال سأل الله يهي بشنا أيضا يهي سفدنا سيدنا نارو كلا يهي بشا صون مركة وبالخير بضل وبشا عمل كذا إلهي يرأني كليا إسكاله الصوم لي وأنا أجزي به أنا إسكاله قفك أني كأبا المرين هيا أما شكالورنا إلهي با إسكاله إلهي با ندتك كأبا المرين أيضا وحا الله خسيسي وحا اللي يرادا سير تسوم كليا أما شكالورنا ملاها داد هدى أضو هوست إسكاعم توحو إسكاعب توقو هدنا ترى واسومان هياكو سلا دي وين مغطا يووطاسو هاي أدبي ليضا لاركو زكدي وابلدي بهيا دو وتاس حجك و خول ليه اعمال لا قبل هيو لو يهاي او طوافكي سمينايس عرفت تغيسيد او مزدلفه تغيسيد او سداسا لكن سونكو عمل مغضم ماله واسر ادونك يا الله و دحايس بس سداسا الهي اعماشي كلا و دوي او و خو يري سونكا قفكو حسنات كيسا كلا وا لو لا لابا هذا عمل كي عمل من أحسن لي ماذا إلا صوم كمان صوم كأنا إسكاله أنا كأبال مريم بين أهل لي وحنا بيقول لي عليه الصلاة والسلام إذا جاء رمضان رمضان مرك أو يماذو فتح أبواب الجنة جنة الباب يلكي هذا الأفرة وليه هذا قفكي ببناك وشوغا فيري وليه ما ونما قفكي جنة داس بالله سيد ديارين هيا يو الباب بهذا اللفرة يضو ولي بالله قرحيي وددك سايمي تا اللفرة هيا وغلق ذا أبواب النار أما أبواب جهنم
جهنم الباب ديدنا ولا حلا بشهر رمضان علف عداد كل هذه مجرتا للي وسفدت الشياطين أما وسلسلة الشياطين أما وغلقت الشياطين وحتى رهدد وحال حراء أما وحال سلسلة دي يا أبو يرى نبيه سلسلة ضغو حراء الشيطان شياطين ترى سلسلة بالغو حراء إلا بشهر رمضان إذا ماتوا وهذا يعني كذا وبيش ضدك إلهي وضع ضيعه ضدك عن سلاته كانوا سكف الجردة أو سكف الصقضة بيش رمضان ويوذا تكن ويوذا سومن شيطان كبادين هي يوم السيوة ضعب أحرا سيدون النبي قلنا الشيخي وحول لي النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان أول ليلة ومن رمضان رمضان ليلة ضعوها الرئيسة مركع اعتماده سديفة الشياطين شياطين تسد في الوسمين لحر حرب مردة الجنة وقل لغد أبواب النار نار الباب دي دروا على حرب فلم يفتح منها باب الباب كم يظل فرما هي إغلاق باب الوسمين هي وفتحت أبواب الجنة جنة الباب دي دروا على فرما فلا يغلق منها باب هل الباب الله يحرم هي جنة الباب دي هيدنا والنادى مناد من ناديا نادين ومحورا هيا يا باقي الخير أقبل إذا عندي خير دون يسوي والبشر رمضان إلهي قابل عفس بعد هلم أجري بعد هلم سامح لقو سامح هذا هلم إلهي خير بهذا ضو حنق كدون يسوي إلهي قابل ويا باقي الشر أغصر قفكي شر دون هيو رمضان كقابسو حسمين واحد ذنبي يا واحد قدب يا وحش رمضان يا منادي يا صورا هيا ولله عود وقاو من النار بوير النبي عليه الصلاة والسلام إلى هاي وها أصب ناضي كو الله حريا أو النار تلا يحريا همين والبقر رمضان النبي عليه الصلاة والسلام من بركو فور مركاسو وحجر آمين هدنا وحجر آمين هذا هو يقول آمين صدح جرب آمين وحال يقول محايا هيد أرنتاس نبي الله يو وحو يقول ملك جبريل با وحو يقول قفك هلالي لبادي لشي أما متكمدة هو وين وداء هو أن سببته الله قدام بالنافن هو جنة كوغل نار تألها كوفوغي أنا أمين بعد يري بوير أمين تيهرة تاسع وحو يري بوير ملك جبريل قف كأديك النبي محمد أكتي أكتي سلوه حصه أو مجا عاجا أما صلي عاجا مغلي أو أنكو وصلين نار تالله كفوجيو أنا أمين بعد يري بوير وحو يري بوير قف كرمضان أصو غلي ورمضان بإله يلشيء oo aan loogu dambin dhaafin ila si fudud ba ilaahay kuugu dhaafay aadan shaqaysatee naarta allah ku fogeey ana aamin baan leeyahay saddexda aamin saas ay ahaayeen buu yiri wuxuu yiri nabiga kaleey salaatu wasalaam walladhi nafsi biyadihi ma'budka aniga awoodiisa ay naftaydu ku nooshahay ama naftaydu ay qudradiisa ku jirtaan ku dhaartay لا خلوف فمي سائمي بعديم عند الله من ريح المسك قفك صومن أفكي سنابت قط على أدو جيدة يا مسك جوح وود قال الله أكتي سوا وناكسن إنما يدركه دعامه وشرابه وشهوته لاجلي عنتديسي إيو عبيتان كيسي إيو شهوديسي أنت بوح وقتري أنا قدر أعطي الصوم لي وأنا أجزي به صوم كأنا إسكالي أدون كأسر أنا كأبا المرين يجري إلهي وحول لي النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان رمضان قفك صومه وعرف حدوده حدود دي سنة أقوان صده وحا صوم كوكو أنصحه وحا أكبره وحا إلا إلا لي أيتهي وحا أجري سكاقة تقهيه وحا أساقه أنه كبره يو أعرف حدوده حدود دي سنة أقوان صده
وتحفظا له ما ينبغي أن يتحفظ فيه إلى عليا وح أي أولها تعينوا إلى عليا إنه إلى عليا وح أي أولها تعين إلى عليا أم وحي كبرين هينا إلى عليا وحي أجري كتكسين هينا إلى عليا وحي أجري أبدين هينا لي ماذا كفر ما قبله النبي عليه الصلاة والسلام وحي الدم كهرجي يا القدر أفا قف كاس لك أفا هي وحي الدم كهرجي أرمن يا الله قد عافين بوير النبي عليه الصلاة والسلام لكن محال وشر دي عرف حدوده هذا أضيوس لسان كي إلالي وهجاجي هذانا عاد وحي وكبري لها استعمال يسو هذا الددال هيا هدي عاد خد أقل يسو هذا هلي ما يصير ثوابك ما كان ثوابك هلي يصير هرت وين عاد حدود الصوم كي تقل وحي لا إلالي أي لازم كاهي وحي لا إلالي أي أولها هاي وين هذا حدنا إلى لسه لا بديه وحين أتقن حدنا هذا إلى لسه مركاسة يكون غن هيا وحكة الدم بيجي لقى قرنا فو خليه النبي يقول مركل عليه سلطة وسلام الصوم جملة صوم كوا قاشان نار تقاشان بكاني ذنوب تحت قاشان بوية ما لم تغرقه بوية هذا نشيحين وقاشان هذه أيضا دلاعين لكن هذا دلاع عصو هذا قاشان كون نغن مهي مركز دلاء انت سواء محي هذا هو سواء مرهي هذا نعينا هذا سونك حدود دي سيلالين هني مركز سونك وحليسو وين الحدود دي سيلاليسو سيدة النبي يقول لي عليه الصلاة والسلام ليس الصيام من الأكل والشرب سونكم ماهن انتظى يعبيتانك اناتك سونك ماهن انت لبلاك انت اكلية ماهن انما الصيام من اللغو والرفض من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة تبول لي من قول عليه الصلاة والسلام قف كأن سكدين هذا اللغو جاء هي ما لا يعني جاء هي فني كدري رينتا هي هو هذا هي بدان سكاخر إنه انتدي سكتة جاء إنك لإله هيدا كولا هم بيرن عليه الصلاة والسلام وإن عرب كأجا إلى عليه الصلاة سيدنا النبي يقول لي هي رب سائم ليس لهم الصيام إلا الجوع بدنا مت صومن صوم كيسة واحد قاتش هينا كهلي كلي يروح كهلا يا قاتش أول ما هذا بعد البت لحشته بين بتشي جيسة لغوي بتشي جيسة عرب كاي واسك فرن صوم كي مخو كوتر صوم كو وعبادة الله جهل أجر فرب بدن وحلي النبي عليه الصلاة والسلام نوم صائمي عبادة وصمته تسبيح وعملهم مضاعف ودعاهم مستجاب وذنبهم مغفور وقال لي النبي عليه الصلاة والسلام قف كالصوم من هرددي سوى عبادة وأذفر الداء أدنى عبادي أجرب القوقر هيا كور من أين لي أنا أبا إسكهر دور راحي سنة سا عبادة اللي يوقر هيا سوى مسوى مني عبادة بتكتر تاي سلاة دين تتكتر تسوى أجر القوقر مهي يا ولد أضوه ردة بأجر الجوغرة لأنه عبادة كتير توات صمت عبادة كانوا لقيه اللي كانوا مجرو حقف صومن قفوا على ردة وهذا ناجر الجوغرة هيو وصائم عبادة كتير تها واللي بروني من أركان الإسلام يدقد النساء مركز أسوأ النبي يقول لي عليه الصلاة والسلام نوم صائم عبادة وسمته تسبيح وير أمس كسنة وات تسبيح مركز صومن تاه حلمي تأذوه لي سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله وأنا أتكلم صمت ليه هذا والله عبادة كتير تصوم أنا وهذا كان صومن قف صلاة كتير الله متوع عبادة نحفل لله مرك آمس كي أضو إسكبا آمس أنا وحبب آخرين يا أجر الجوغر هي سيد الله تسبح صنو كله وعملهم مضاعف بين النبي عليه الصلاة والسلام عمل كه سميان ومضاعف حديث بدنا كلامه كل شيء النبي كي حد أو حديث القدسي أو إلهي لا يهي الصوم اللي وانا أجزي به صوم كان أسكال أدون كان أنا أكعب المرين وحا الله أكعب المرين هيو ووحا أضبطا سيدة أو شاكي إلهي أويني النبي قال نورو شاكي مركا عمل كيس هو مضاعفو أعماشك لوا كلا لا بدني ودعاه مستجاب دعا دي سنوا من لا أقبل بير النبي عليه الصلاة والسلام غفكاس وليها الدعاء ذو الله أقبله يا نبي كتري دعوة المظلوم
qofka la dulmiyay ducadiisa waa la aqbalaa, saaimka ducadiisa waa la aqbalaa, musaafirka ducadiisa waa la aqbalaa. Awqaad badan oo ducadeeda la aqbalana way jirtaa. Marka qofka saaimka wixii uu si wanaagsan Ilaahay u weydiisto oo dariiqi wanaagsanaa uu ku weydiisto, waa inaad wax aad weydiisanaysa aysan wax mamnuuc sharciga ku ahayn. Waa inaad majzuum tahay oo waxa inaad helaysa aad jasminayso go'aan aad maaragtay ducadaas aad yaqiininayso. Udcullaha waantum yuqinuuna bilijaaba, adinkoo ijaabada yaqiininhaya Ilaahay baryaa la yiri. Waa inaadan shardi ku xirin waxaad Ilaahay weydiisanayso oo ducada ah oo allahuma ikfir lii in shiita aadan lahayn, ilaahu haddaad rabta ii dhaaf iyo wax la mid a. Halooshaada waa inay xalaalu ku jirto oo aadan xaaraam cun ahayn. Haddaad xaaraam cun tahay oo waxaad cunaysa ay xaaraam yihiin, ee duco laga aqbali mahayo. Nabigu waa kii tacajub ka dhigay tacajub. Uma dakara rajul ashcata aqbara yudiilu safara yamuddu yadayhi ila samaai yaquulu yaa rabbi yaa rabbi wamadcumuhu xaraam wamashrabuhu xaraam waqudiya bilxaraam faannaa yustajaabu, buu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam. Ibcaad buu ka dhigay. Wuxuu sheegay qof basaasan oo ay ka muuqato diif yudiilu safara, safar socdaala ma ah, waa cibaado. Qof cibaado soo u samaynaya u samaynayay ay ka muuqato basaas iyo sahadkii soo jeedkii iyo gaajadii iyo dhibkii badnaayo cibaadada ku sameeyay qof ay ka muuqato weeye, gacmahana Ilaahay kor ugu taagahaya, cibaado fara badan buu sameeyey oo rafaadkeedii ka muuqato, Ilaahayna gacmaha kor ugu taagaya, wuxuu leeyahay ilaahu ii dhaaf, ilaahu waxaysii, ilaahu waxa buu leeyahay. Laakiin haddana waxa la wuxuu isticmaalahaya waa xaaraam. Wixii horey u soo cunana waa xaaraam, waxa hadda uu cunahaya waa xaaraam, wuxuu dharka u qabaya meeshuu degaya wuxuu dhanna waa xaaraam. See loo ajiibahayaa buu yiri nabigu. Marka waxa ugu weynoo ducada lagu ajiibay xalaashu ka mid ta ama kowayuta ducadiisuna waa mustijaabkaas buu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam. Wadambuhu maqfuur, dembigusuna mid la dhaafay weye. Wuxuu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam khudba dheero oo akhriyey maalmihii ugu dambeysay Shacbaan oo sidaan oo kale ahayd ama maalintii ugu dambeysaba, ayuu wuxuu yidhi yaa yuhannaas qad adallakum ramadaan ama qad adallakum shahrun cadiimun, dadow bilweyin baa idinku soo socoto idin soo haraysi buu yidhi. Bilweyn shahrun mubaarakun, bil la barakeeyey weeye bisha ramadaan. Fiihi laylatu lqadri khayrun min alfi shahrin, waxaa ku sugan hameyn cibaadada la sameeyo kun bilood cibaado aad samaysay ay ka khayr badanta. Kun bilood waa imisa sano? Kun bilood cibaado aad samaysay hameynkaa keliya cibaadaad samaysay ay ka khayr badan tahay ayaa ku jiro yiro hameynka laylatul qadrki la yiraahdo. Jacala llahu siyaamahu fariida, bishaas oo soonkeeda Ilaahay ka dhigay farad waajib ah, waa inaad soontana ay waajib idinku tahay. Wa qiyaamu leylihi tadawucan, hameenkiisa inaad qiyaamu leyl samaysana laydii sunneeyey oo tadawucay tahay iyo sun. Man tagaraba fiihi bikhislatin min alkhayri kaana lahu kaman adaa fariidata fii maa siwaa, wax yar oo khayra qofka ramadaan sameeye buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam. Cibaadada waxaa ugu fadli badan waajib sida ilaahay xadiidka quds uu ku leeyahay, addoonkaygu wuxuu iigu soo dhawaado waxaan ugu jeclahay fiima faradtuhu, wixii aan ku farad yeelay baan ugu jeclahay addoonku wuxuu iigu soo dhawaado, waxa ugu weyn weeye oo ugu culus. Marka shay aad fariidada khayrka aad samaysaa ramadaan farad bayo ahaanin, wuxuu la mid yahay farad waqti aan ramadaan ahayn aad samayso ajriga aad ka helaysa weynankiisa. Waman adaa fiihi fariida, qofka fariidla ku guta ramadaan salaad farada soonkii faradka ahaa, kama kaana kaman adaa sabciina fariidatan fii maa siwaa, halka salaad oo farad oo aad ramadaan ku samayso 70 farad oo waqti aan ramadaan ahayn aad samayso ayay la mid tahay buu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam. Wa huwa shahru sabri,
صبر كشهري مش يسويه صبر أنت دي بعد كسب رئيسا شهودي بعد كسب رئيسا ذنوبتي بعد كسب رئيسا نفط عادي بعد حير رئيسا وبشي صبر كبير النبي عليه الصلاة والسلام والصبر ثوابه الجنة وحل إيراده الصبر على المصائب الصبر عن المعاصي الصبر على الطاعات صبرك سدح راس وقيف سما ضاع ضاع لبك هذا إنك سمرته إلا ضاع أو نوع واحد ولا نوع تكليف لبك ضاع ضاع إنك سمرته إن أتك سمر تكسبرته مع عاصدة أو أن أو أتك سمرته النفط هذا أتك إلى لسه واحد لبك هو كوي ما ذا إن أتك سمرته أو مركز عند غطاء وبشير سابرين كوي إلى هاي لها صابرين تقوم بشارع مركز صبر أو نمبا ثواب كيس وجنب يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو شهر المواساة وبشي حريرك ساكين تي فقراء قف كيان وحيسن يبشي إلا حرير يلا ربوي وشهر أو يزاد فيه رزق المؤمن وبالرزق يا مؤمن كل الزيادة يقول النبي عليه الصلاة والسلام ومؤمن كل الزيادة الرزق أو dad badan gurigaagaad ku afriisood keento ya wanaagsan dad annaga ay neesheenaan dadku iska wada haysta bariiskiisa inaad meelaha lagu gaajaysan yahay aad lagu gaajaysan yahay aad xogaa u dirto oo tiraado dadka xafadaha ay haday jiraan iyo cid kale oo ehelo haday jiraan iyo galab walba xogaa dadka aan waxaysan afra u sameeya wax weyn baad ku gaari من فضر سائما بويل النبي عليه الصلاة والسلام خد مدي سادريت كويري سائم قف كي أفريا كان له مغفرة لذنوبه وحيون غني سعد بالناف دم بجيسي رجولنا فسائم كاس هذا فرسي وعتق رقبته من النار نار ترى وحي وقال غني سا حرين إلهي كعو حري النار وكان له وحى وهانيا مثل أجره mid ka aad afurisay ajirgiisa oo kala waa kuwa wadheleysa ayadoo nasna ajirgi laga nusqaaminay oo laydiin qaybin mahayo ee kiisi oo kala lagu seen wili waxa la yiraahdaa qofka aad afurisay haddii waa qof aan soonka ilaalin oo dambi iyo dunub iyo baadil iyo hadal iyo iskaga jiray adigina aad afuriso lagu seen mahay asaga ajir la waa ajirgiisi mid ilaaliyay أجسون كيسة أجر كيسة على المسلمين هاي مركزا واحد نريد بجرا هذين ليس كل ما يجد ما يفطر ساي مجد جيوك وهلا هي ماهن واحد كافر النقف سومن دلع واحد الله يبغى ونبلنا وهو يري النبي عليه الصلاة والسلام يعطي الله هذا ثواب ثواب كإله وهو سيا من فضر سائما سائم قفك كافر يا على مدقة لمن أو تمرة أو شربة من ماء ومن أشبع صائما سقاه الله من حوضه شربة لا يدمع حتى يدخل الجنة وهو يرى ماء القف كي ندرجسه هو يرى عانا أما يرى بياء أما حبة تمرة وحاس القف كعدات سيسو أجر جواده للنبي عليه الصلاة والسلام هذا درجسنا وقف كاس هذا فروني سيد درجسه maalinta qiyaamada ee dadku wada haraadahayo ya qofka ilaahay xawdkayga ka waraamin hayaado dib u oomi u mahayb u yiri ila jannada uu ka galo wuxuu yiri nabi sallallahu alayhi salatu wa salaam xadiis ka dheera wa huwa shahrun awwaluhu rahma wa awsaduhu maghfira wa akhiruhu itqun min an-nar wa bil wuxuu yiri awalkiisu ay raxmad tahay wa taa hadaan soo sheegnado jannadii baa xitaa la furin la yiri naarti baa la xirin shaydaan oo dhan baa la xirin khayr oo dhan baa la furin marka awalkiisu waa raxmo wa awsaduhu maghfira lixdiisuna waa dambi dhaaf wa aakhiruhu itqun min an-nar aakhirkiisuna naarta la iska xurin saddexdiisa tobnaad baa saa u qaybsan toban ka hore raxmada ilaahay baa daada oo soo degaysa cidii ay seegtay yaadan noqon toban ka dhaxana dambi dhaafkii baa la helaa toban ka dambana نارت إله ذلك كحرية بشهر رمضان
oo fadigaas badan leh waxay leedahay marka ahkaam badan iyo adraaf badan oo in la eego ay muhiim tahay oo waxa aad ajirka ku mudanaysa uu yahay marka aad ayaga ilaaliso darafyada marka aad ilaaliso ayaad ajirkaas gaari waxa la yiraahdaa markii nabiyullaahi aadam oo cunay geedkii ayaa toobadii ka dib dhacday sodon bari baa la yiraahdaa iyay toobadii ka dib dhacday sodon ka bari calooshiisa waxaa ku sii baaqi ahaa wixii ahaa shayi nahyiga ahaa shajaradii manhiyada ahayd yaa calooshiisa ku sii baaqi ahayd markaasaa ummaddiisii sodon ka bari inay soomaan la saaro waa sodonkii bari oo calooshiisa baashi ku sii baaqi ahayd oo toobadii ay ka dib dhacsanayd sodonkii bari baa ilmihiisii lagu laasimiyey inay soomaan soonka marka waxaan insha allahu intii aan ka gaarna kaga hadli doonaa hadday noqoto inaan caawa dhammaystiri weynana bacdama uu cilmi laazima oo taagan yahay waan dhammaystiraynaa haddii ilaah yiraahdo axkaamtiisa baahideed soon wuxuu ku sugnaadaa horta kow taqadumkan hadda dhaca aada u dhaca oo soonka laga hormarayo oo soonkii oon weli sugnaanin lasii soomahayo xukunkiisa soomka waxa fasaadiya iyo waxa aanu ku fasaadayn cuntadu goormay qofka saa'imkaa ka xaaraam noqon goormayse u bannaanan had maa cuntadu mamnuuc kaa noqonaysaa oo aadan wax dambe cuni karin had mayse kuu bannaanaan inaad cunto dadkan badan oo soomka laga cudurdaarka la siiyey ilaa qof kastaba ilaahay muxuu ku yidhi faman shahida minkum shahra falyasum cid kasta oo qaangaara oo bisha soon u soo gasho mukhaadabu bisoomi weeye soomka mid lagula khidaabay oo soon la yiri weeye marka qayb baa macdiran loo reebay waxaa la yidhi qaybtaas qofkii awoodari la soomi waayo jiro noocyadeedoo dhan isku gee ama musaafira fa ciddatun min ayaamin ukhara baa ilaahay yidhi maalmo kale ha tirsado oo inta iska soomo maalmo kale ha afuro maalmo kale ha soomo marka dadkaas oo iyagana waxyaabaha aada loo kharibay ka mid a qofka gaboobay oo aan soomi karin qofka xanuunsan oo soonka u dhibahayo naagta uurka leh oo soonka ku dhibtoonaysa midda ilmaha nuujin oo soonka ku dhibtoon iyadana insha allahu tacaala waan ka hadli doonaa haddii ilaahay yidhaahdo waxaan kaloo ka hadli doonaa waxa soonka fasaadiya soonka oo dhan buu fasaadin ama maye wuxuu fasaadinhayaa ajrigii wa thawaabkii buu kaa fasaadinhayaa labadaba ayana insha allahu tacaala waan ka hadli doonaa haddii aan la yidhaahdo soonku waxa uu ku sugnaado waa saddex dariiq bishii baa la arkay si cumuumaha loo arka soonkii waa waajibahaya maye cumuum looma arage markaati la cuskan karaa arkay qaadi sharciyahana xukumay waa shardi in qaadi sharci uu xukumo ma aana haddii qof arkay bishii asagaa way ku waajibin ciddii rumaysatana waxaa la yidhaha waa soomi kartaa laakiin cumuum u waajibi mahayo qof baa arkay inta timaa inta la yidhaahdo magarafoon inta masaajidka naadisid war qof baa bishii arkay hala sooma maya ma oran kartid hadday shahaado wuxuu noqdaan oo aragti caama aysan ahayn waa in qaadi sharci uu xukumaa oo intuu qofkii taskiyeeyo oo hubiyo inuu yahay wuxuu sheegay sax inuu yahay qof la cuskan kara qowlkiisa uusan qof beenaalaa ama sharciga sahalsada ama faasiqa ama aabayeellaawa inuusan ahayn marka uu hubiyo qof baa ugu yar nin baa ugu yar laba iyo saddex hadday noqdaanna waa kasii badan waa faa'iido marka uu hubiyo uu yidhaahdo markaas waxaan xukumay caawa inay soon tahay berina hala soon